سنة 2000 رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري اجتمع مع الرئيس مبارك في القاهرة، وفي وسط الاجتماع قال لمبارك: سيادة الرئيس، أنا بهنيك على الأداء الرائع لوزير خارجيتك عمرو موسى. مبارك بنى عليه الغضب وقال له: اللي عمرو موسى بيعمله مجرد تنفيذ لتعليماتي، ده زي المساعد بتاعي بالظبط. رفيق الحريري اتحرج من رد مبارك فنقل على موضوع تاني على طول، وأول ما الاجتماع خلص زكريا عزمي قال لمبارك: ايه يا ريس، هي البلد ما فيهاش الا عمرو موسى ولا ايه؟ هو بيعمل ايه يعني؟ ما كله بتوجيهات سيادتك. وبعد كام يوم من الموقف ده صفوة الشريف وزير الاعلام دعا الرئيس مبارك يزور مبنى ماسبيرو بمناسبة عيد الاعلاميين، وراح الرئيس وعمل جولة في المبنى، ولما بقوا في الدور الاخير من مبنى التلفزيون وشايفين المنطقة المحيطة، صفوة الشريف شاور لمبارك على مبنى وزارة الخارجية واللي جنب ماسبيرو وقال له: هناك بقى يا ريس امبراطورية عمرو موسى. وبالفعل الاسفين جاب نتيجة، وعمرو موسى حس بعدها ان مبارك اتغير من ناحيته، لدرجة انه ما بقاش يكلمه في التليفون خالص زي عادته. وزاد الخلاف بينهم لما كترت شكاوي الاسرائيليين والامريكان من عمرو موسى، وكانت المواجهة الكبيرة في مؤتمر السلام بشرم الشيخ. مبارك قرر يدي ألم لعمرو موسى وهمشه تماما في المؤتمر، لدرجة انه اجتمع مع وزير خارجية امريكا من غير ما يقول له تعال احضر. عمرو موسى لما عرف اتعصب جدا، وحكى في مذكراته انه راح لمبارك اوضته في شرم واتكلم معاه بحدة لأول مرة، وقال له: ازاي يحصل اجتماع مع وزير الخارجية الامريكية وانا مش حاضر؟ لكن مبارك زعق له. بعدها عمرو موسى ساب الاوضة وهو متنرفز، وعشان كده الباب اترزع جامد وهو بيقفله. السفير احمد ابو الغيط حكى ان زكريا عزمي قابله بعد الموقف ده وقال له: عمرو موسى اتعصب على الرئيس وخبط الباب جامد وهو خارج، واللي عمله ده ما يصحش، وما ينفعش اي وزير مهما كان حجمه يتعامل مع الرئيس بالشكل ده. تقريبا كده صاحبك خلاص ايامه انتهت. ولما ابو الغيط نقل اللي حصل بينه وبين زكريا عزمي لعمرو موسى قال له: يبدو انها اقتربت يا صديقي. بس اللي جاب عمرو موسى الارض وكتب نهايته في وزارة الخارجية كان شعبان عبد الرحيم، لما غنى وقال: بحب عمرو موسى وبكره اسرائيل. عمرو موسى لما سمع الاغنية قلب ضحك: الله يخرب بيتك يا شعبان، خلصت عليا من غير ما تقصد. وده اللي حصل، اللي حوالين مبارك اقنعوا ان شعبية عمرو موسى بقت اكبر من شعبيته، ولازم الموضوع ده ينتهي فورا. وقد كان. وبعد ايام مبارك بلغ عمرو موسى ان كده كفاية عليه. وبعد ما الخبر اتعرف اللي شغالين في الخارجية جهزوا له حفلة وداع في حديقة الوزارة، لكن الخبر وصل للرئاسة ومبارك قال: هما هيعملوا حفلة في حب عمرو موسى ولا ايه؟ ويدوب كام ساعة وتفاجأ عمرو موسى بزيارة من جمال عبد العزيز السكرتير الخاص لمبارك. وبعد التحية والسلام جمال عبد العزيز قال له: بقولك ايه يا عمرو بيه، هو ضروري تعملوا الحفلة؟ عمرو موسى سأله: تقصد نلغيها؟ جمال عبد العزيز رد: ايوه. عمرو موسى سأله: انت جاي منين دلوقتي يا جمال؟ سكرتير مبارك رد: جاي من عند الرئيس. عمرو موسى قال له: طيب قول للرئيس اني حلغي الحفل. واتلغت الحفل فعلا. وبعد كده عمرو موسى مسك جامعة الدول العربية، ولمدة سنة كاملة ما تكلمش هو ومبارك بسبب الخلاف ما بينهم. واول ما تقابله صدفة بعدها مبارك ضحك وقال له: خلي شعبان ينفعك.